أهلا بكم مشاهدينا، وبدايتنا من صحيفة جيروزاليم بوست والتي نشرت تقريرا تحت عنوان مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي نفسها. أكدت الصحيفة أن إسرائيل فشلت في تحقيق الأهداف المعلنة والتي منها استعادة الأسرى بالضغط العسكري والقضاء على المقاومة في 6 أشهر من الحرب على غزة، منتقدة التوغل البري للقوات الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع وغياب خطة اليوم التالي. وعلى صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة، أشارت الصحيفة إلى أن سلوك واشنطن الأخير يشير إلى تآكل في الثقة، وفي وقت تواصل فيه إرسال المعدات العسكرية إلى إسرائيل فإن الأخيرة قلقة بشأن مستقبل هذا الدعم. وقالت الصحيفة إنه يجب على الولايات المتحدة أن تعتبر إسرائيل أقرب حليف لها في الدفاع عن المصالح الأمريكية بالإضافة إلى مصالحها. هناك فرق ملحوظ بين موقف أمريكا تجاه حلفائها الإقليميين وموقف إسرائيل، ومع ذلك فإن مصالح إسرائيل هي مصالح الولايات المتحدة. وكالة بلومبرج بدورها نشرت تقريرا تحت عنوان استراليا تقول إن إسرائيل لم تقدم بعد تفاصيل كافية عن الهجوم على القافلة. قالت الوكالة إن استراليا أعربت عن استيائها من المعلومات المقدمة حول هجوم صاروخي إسرائيلي أدى إلى مقتل مواطن استرالي، كما صرح بذلك وزير الخارجية بيني وونغ. وبحسب الوكالة، تخطط الحكومة الاسترالية لتعيين مستشار خاص للإشراف على التحقيق في الحادث لضمان تلبية توقعات استراليا. وأكدت الوكالة أن استراليا أبلغت مخاوفها رسميا إلى إسرائيل وطلبت معلومات أكثر تفصيلا حول الحادث من خلال رسالة أرسلتها إلى المسؤولين الإسرائيليين. أما صحيفة وول ستريت جورنال فنشرت تقريرا تحت عنوان عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة تبرز كقضية رئيسية في محادثات وقف إطلاق النار. قالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على إسرائيل للسماح لأعداد محدودة من المدنيين الذين شردتهم الحرب بالعودة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة والذي نزحوا منه، وهي نقطة خلاف رئيسية متبقية في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. ووفقاً للوسطاء العرب المشاركين في المحادثات، فإن إسرائيل منفتحة للسماح لألفي شخص يومياً معظمهم من النساء والأطفال بالعودة إلى الشمال، ويمكن أن يعود 60,000 فلسطيني كحد أقصى بموجب اقتراح تعده إسرائيل مقبولاً، لكنه يستثني الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً. ووفق الصحيفة، قال مسؤولون عرب إن عودة سكان غزة النازحين قد تبدأ بعد 10 أيام إلى أسبوعين من تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، بينما أكد مسؤولون إسرائيليون أنه يتعين عليهم المرور عبر نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية. وينضم إلينا للتعليق من القدس المحتلة دكتور محمد هلسة الأكاديمي والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد، لنبدأ بما جاء في جيروزاليم بوست بأن إسرائيل والولايات المتحدة مصالحهما واحدة، يعني فيما إشارة للصحيفة على أن الولايات المتحدة يجب أن تتماهى سياساتها بشكل كامل مع سياسة حكومة بنيامين نتنياهو. مساء الخير لك أخي الكريم وللسادة المشاهدين. ربما حتى في ما بدأ أمام البعض بأنه خلاف بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي فيه ما يخدم مصالح الطرفين، ما يخدم مصالح الرئيس الأمريكي بإظهاره بأنه يمارس ضغطا على إسرائيل وبذلك يسحب ويمتص الغضب الشعبي المتناقم والدولي المتناقم والأمريكي المتناقم على سلوك بايدن المتساهل مع الحكومة الإسرائيلية، وفيه خدمة كذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي في تقويض اليمين القومي الذي ظل يمنعه لفترة طويلة من يقيد حركة
حركته من الذهاب إلى توسيع نطاق توزيع المساعدات وفتح المعابر. هذا التهديد الأمريكي، لاحظ كيف سوقه، أو التهديد الشكلي الأمريكي أو الكلام الأمريكي كيف سوقه نتنياهو لمصلحة أن يسكت الأصوات المعارضة وسرعة التعاطي الإيجابي مع هذه المطالب الأمريكية. هنالك أمر آخر ثالث أيضا يتماهى فيه الطرفان، وهو إظهار الآن هذه التسهيلات على أنها تنازل وتليين مواقف من الطرف الإسرائيلي. ولاحظت معي كيف أن الإعلام الأمريكي والإسرائيلي تحدث عن ممارسة الضغط على الوسطاء والرسائل التي وصلت إلى الرئيس المصري وإلى رئيس الوزراء القطري، والحديث الآن أن على هذه الأطراف أمام المواقف التي قدمها نتنياهو المتساهلة أن تقدم المقاومة في الطرف الآخر مواقف. لذا حتى ما يبدو أمام يعني المشاهدين وأمام المتابعين بأنه خلاف شكلي في القشور يوظف لمصلحة الطرفين. في الإطار الاستراتيجي العميق في الدولة العميقة في الولايات المتحدة، نعم هنالك تماهي مطلق ما بين المصالح الأمريكية وما تريده أمريكا وما تريده إسرائيل وما تريده إسرائيل وما تريده أمريكا، وهذا واقع وثبت من خلال 6 أشهر من عمر هذه المواجهة. لم تلجأ فيها الولايات المتحدة إلى استخدام ما لديها من روافع ومن مراوح ضغط تكون قادرة من خلالها على كبح جماح انفلات الحكومة الإسرائيلية، تبيعنا شعارات وإنشاء للمجتمع الدولي وللعرب وللفلسطينيين، في حين تبيع إسرائيل صفقات سلاح وقنابل وأسلحة تمد وتبيعها التغطية عليها في المحافل الدولية لاستمرار هذه الحرب. لذلك ما يبدو بأنه تناقض، لا فيه تناقض بالمطلق، هي فيه تناغم، ويعني هنالك تبادل أدوار ما بين الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي لمصلحة إسرائيل وبقاء إسرائيل وقوة إسرائيل، لأن في استمرار قوة إسرائيل وردعها استمرار قوة وردع الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. هنا دكتور محمد يبرز السؤال، يعني ما النقطة التي عندها تتعارض مصالح الطرفين؟ متى تستطيع أو يعني تجبر الولايات المتحدة على أن مصالحها تتعرض للخطر ومن ثم تتخلى عن حكومة بنيامين نتنياهو وليس عن إسرائيل بطبيعة الحال؟ بالتأكيد هذا كلام جوهري، لا تتخلى عن إسرائيل بالمطلق، هي ربما تغامر ب يعني التنازل عن حكومة بنيامين نتنياهو عن نتنياهو شخصيا بسبب الأثمان الباهظة الكبيرة التي يرتبها أو ترتبها هذه العلاقة وهذه التغطية المستمرة من الولايات المتحدة مع نتنياهو ويمينه. وربما في مقابل تنازل الولايات المتحدة عن ما لديها من أدوات قادرة من خلالها على الضغط على نتنياهو وعلى حكومته، تلجأ إلى الطرق الملتوية التي ربما تسفر في نهاية المطاف عن ثني نتنياهو عن استمرار تهديده باستمرار هذه الحرب، لأن في ذلك كما ندرك جميعا أثمان تترتب على الولايات المتحدة في إطار علاقاتها الدولية وفي إطار مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وفي إطار أيضا المشهد الانتخابي للحزب الديمقراطي ولبرزه شخصيا. لكن يعني مع كل ذلك تستمر الولايات المتحدة في ابتلاع كل هذا الضرر، في ابتلاع كل الامتهانات التي تصدر عن الحكومة الإسرائيلية وحتى بحق الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة لإسرائيل رئيس الولايات المتحدة، حتى أن يعني بايدن نتنياهو وظف هذا الصراع الكلامي لمصلحة الظهور في الداخل الإسرائيلي بأنه بطل وبأنه قادر على مجابهة التحديات والضغوطات حتى لو أتت من الحليف الاستراتيجي الذي لولاه لما استمرت إسرائيل في حربها هذه. أعتقد بأن الولايات المتحدة لا يمكن بحال من الأحوال أن تتخلى عن علاقتها الاستراتيجية بإسرائيل، هي تريد وقف هذه الحرب، لكن لاحظ معي مع كل الأثمان الكبيرة التي تدفعها الولايات المتحدة وما زالت هي تستمر في ابتلاعها لمصلحة صورة إسرائيل وبقاء إسرائيل وسطوة إسرائيل. لو أن هذا الذي يحدث من إسرائيل حدث مع أي حليف آخر للولايات المتحدة بالتأكيد كان الموقف للولايات المتحدة مخالف ومغاير تماما، لكن مع إسرائيل هي الدولة المدللة، هي الربيبة التي وضعتها الولايات المتحدة والغرب معها فوق القانون ويستمرون في التعاطي معها وكأنها دولة فوق القانون. لذلك لا ضير من أن نجد أن سلوك نتنياهو معاند ومعارض وفيه إدارة ظهر لكل المطالب، يعني حتى بات السلوك الأمريكي فيه نوع من التوسل والتمني مع إسرائيل، ولا أرى فيه ما جرى حتى في أعقاب المكالمة الهاتفية من تحول نوعي نقرأ في أن الولايات المتحدة قد يعني وصلت إلى قناعة بأنها عليها أن تغير سلوكها، هي تغير في إطار الشكليات لكنها تحافظ في الجوهر على متانة العلاقة والتغطية على إسرائيل مهما كلفها الأمر، وهذا ما هو واضح على استمرار 6 أشهر الماضية. إذا انتقلنا إلى ما جاء على وكالة بلومبرغ بشأن استراليا، ويعني تقول إن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية أو تفاصيل كافية عن الهجوم على قافلة وورلد كيتشن
كيف ترى تأثيرات هذه الأزمة بالتحديد، لا سيما وأن المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة لم ينتفض ولم يغضب منذ 6 أشهر وأكثر إلا حين حدثت هذه الواقعة بالتحديد؟ نعم، وهذا هو المؤسف. يعني حتى في حراك المجتمع الدولي فيه إدانة له، إدانة أخلاقية وقانونية. ألم يكن ما يجري من مشاهد تبث على الهواء من قتل في الأبرياء الأطفال والنساء فيه ما يجرم السلوك الإسرائيلي؟ أم أن لأن هذه المرة الضحايا هم من ذوي البشرة الشقراء والشعر الأشقر والعيون الزرقاء ينتفض العالم؟ هذا مرة أخرى يثبت إزدواجية معايير هذه الدول التي تدعي حقوق الإنسان وحريات الرأي. نحن مع احترامنا للنفس البشرية ولقيمة النفس البشرية أيا تكن، لكن واضح جدا بأنه لا قيمة للنفس البشرية العربية الفلسطينية، وهذا المجتمع الدولي ينتفض لمجرد أن الضحايا هذه المرة هم من الغربيون الشقر. وحتى هذا الانتفاض الذي يبدو بأنه يعني لن يخرج عن سقف وسردية القلق وسردية الانزعاج، لو أن هذا الذي حدث يعني حدث مرة أخرى مع دولة غير إسرائيل لكانت المواقف بالتأكيد مختلفة. وأنا أؤكد على مسألة أن أوروبا بشكل كامل لا يخرج موقفها عن سقف الموقف الأمريكي، ولم تجرؤ على يعني أن تذهب في موقفها من هذه القضية فيما يخالف السردية الأمريكية والموقف الأمريكي. ويعني ما تفعله إسرائيل الآن تحديدا مع هذه الدول يأتي في إطار محاولة امتصاص النقمة والتخفيف من السخط والضغط الشعبي العام. ولاحظ بأن إسرائيل تلجأ إلى يعني شكليات وجزئيات في تعاطيها مع هذه القضية بحيث أن تخفف من النقمة، وهي تدرك بأن هذه القضية ليست إلا سحابة عابرة في إطار هذه العلاقات، وتحديدا في علاقاتها مع أوروبا. وأوروبا ظلت تحديدا في إطار علاقتها مع إسرائيل يحكمها السلوك المنافق، تنافق لمصلحة إسرائيل، تتعاطى مع إسرائيل بشكل إيجابي. ولا نتوقع أن يخرج سقف العلاقة هذه المرة عن هذا السقف، وكما قلنا هو أيضا محكوم بسقف الرغبة الأمريكية. وإسرائيل تثبت مرة أخرى في إطار هذا المشهد تحديدا وفي إطار مشاهد أخرى بأنها دولة فوق القانون، ولا يعني مجال لأن تساءل وتحاسب وتجر للهيئات الدولية على مجمل ما تفعله. وحتى مع يعني وجود النية المسبقة والتعمد في هذا السلوك، ما زالت تعامل معاملة يعني لينة هينة من المجتمع الدولي، وهذا يعطي إسرائيل الضوء الأخضر استمرار مجازرها وما ترتكبه بحق الهيئات الإغاثة وبحق المدنيين الفلسطينيين للأسف. ننتقل دكتور محمد إلى صحيفة وول ستريت جورنال والتي تحدثت عن عودة النازحين إلى الشمال مرة أخرى. الصيغة يعني أن إدارة الرئيس بايدن تضغط على إسرائيل للسماح لأعداد محدودة من المدنيين الذين شردتهم الحرب بالعودة إلى الجزء الشمالي، هكذا بنفس الصياغة. محور أو يعني كينونة هذه القضية في مباحثات وقف إطلاق النار، وأيضا علاقتها باجتياح رفح المتوقع. اولا اذا سمحت لي بالعوده الى قضيه المكالمه الهاتفيه، لانه محور ما يجري اليوم في المشهد السياسي مرتبط او هو ارتداد لما جرى في هذه المكالمه. ربما بامكاننا تقسيم هذه المكالمه ومضمونها الى قسمين. القسم الاول العملي الفعلي الذي تحقق وذهبت اليه اسرائيل لاعتبارات تخصها، ربما يتاح لنا الحديث فيها. لكن القسم الاخر هو قسم انشائي استعراضي والمتعلق بقضيه الحرب وبقضيه اشتراطات اسرائيل في هذه الحرب. والقسم الاول ياتي لخدمه القسم الثاني، بمعنى انه ربما ما فعلته اسرائيل من خطوات متسارعه اتت في سياق محاوله التنفيس عن الولايات المتحده امام الضغط الدولي المتعاضد، ومحاوله التنفيس عن نتنياهو امام اليمين، ومحاوله تصوير ما يجري على انه يعني نوع من اللين ومن تقديم التنازلات من اسرائيل. لذلك الولايات المتحده في الشق الاخر الاستعراضي ليس لديها لغايه هذه اللحظه من مواقف حتى على المستوى الانشائي الكلامي يقول بان تغير سلوكها في موضوع الحرب، الذهاب الى رفح او حتى عوده النازحين او حتى الذهاب الى صفقه. حتى ان بعض القيادات الامريكيه خرجت لتوضح ان المكالمه الهاتفيه لم يقصد فيها وقف اطلاق النار الفوري، انما وقف اطلاق النار المشروط بعوده الرهائن، لاننا ندرك جميعا بانه الولايات المتحده لا يمكن ان تذهب الى فرض هزيمه على اسرائيل من خلال الزامها بوقف اطلاق نار من جانب واحد دون ان
يكون في إطار صفقة. إذا كانت في إطار صفقة وتستمر الولايات المتحدة وفي مفاوضات وتستمر الولايات المتحدة في تبني الموقف الإسرائيلي، فما بالك أن تفرض الولايات المتحدة؟ هذا مستبعد كليا. لذلك نتنياهو اليوم مطمئن إلى أن سلوكه في قضية فتح المعابر والمساعدات هذا سيمنحه مزيد من الوقت وسيمنحه يعني تعاطي بايدن الإيجابي معه. الآن تقول الرواية الأمريكية مع إسرائيل أن حماس هي التي تمتنع وتدير الظهر، وربما تأتي الرسائل إلى الرئيس المصري وإلى رئيس الوزراء القطري بمزيد من الضغط على حماس، يتؤكد اليوم بأنه يعني الأمريكي مطمئن إلى أن إسرائيل قدمت ما عليها، المطلوب الآن أن تقدم المقاومة ما عليها، وهذا يضع المقاومة ربما في حرج، وربما هذا يطرح أسئلة عن كيفية تعامل المقاومة قيادتها مع هذا الموقف الجديد الذي تحاول تسويقه الإدارة الأمريكية و يعني إسرائيل على أنه لن يكون في جديد. ربما ما أشرت إليه حضرتك من قضية أنه تريد الولايات المتحدة زيادة بعض الأعداد، لأنه إسرائيل تضرب فيتو على أعداد العائدين إلى شمال قطاع غزة وأعمار العائدين لقطاع غزة. ربما تذهب الولايات المتحدة للقول يعني بدل 2000 في الأسبوع ربما تزيدهم إلى 4000 أو 5000، وهذا لن يحل الإشكال الجوهري الأساسي في عودة النازحين الذي تطالب به المقاومة بعودتهم كاملا إلى قطاع غزة، شمال قطاع غزة دون قيود. أرجو أن تبقى معنا دكتور محمد هلسة، حيث أنه نستكمل هذه الجولة بما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، والتي نشرت تقريرا تحت عنوان إيران اتخذت قرارا بتوجيه رد مباشر على غارة سوريا ووضعت قواتها في حالة تأهب. أفادت الصحيفة بأن إيران وضعت قواتها العسكرية في حالة تأهب قصوى، حيث توعدت بالانتقام من غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل قائد إيراني كبير في سوريا وعدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن بلادهم اتخذت قراراً بمهاجمة إسرائيل مباشرة في خطوة تهدف إلى خلق عمل رادع. في غضون ذلك قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل على أهداف إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة. ونعود مرة أخرى إلى ضيفنا من القدس المحتلة دكتور محمد هلسة، يعني عذرا في عجالة سريعة، ماذا تتوقع من الرد الإيراني على العمليات الإسرائيلية خاصة القنصلية الإيرانية في دمشق؟ أولا اسمح لي أذكر في مسألة، الجميع يربط سلوك نتنياهو المتعاطي إيجابيا مع المطالب الأمريكية فقط بحادثة اغتيال ومقتل المبعوثين المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، لكن يتغافل الجميع ويتناسى الجميع بأن هنالك في المشهد أيضا طبيعة انتظار الرد الإيراني وطبيعته وحجمه ومكانه وزمانه، وهذا ربما واحد من الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى التعاطي الإيجابي مع بايدن في هذه القضايا، لأنه بحاجته في القضية الأكبر في الورطة التي ربما يجر إسرائيل إليها في قضية المواجهة مع إيران. لذلك اللين الذي أبداه نتنياهو لأنه بحاجة إلى موقف الولايات المتحدة المغطي على إسرائيل، وربما أنا أذهب إلى أبعد من ذلك، أن ربما إذا ما قرأنا طبيعة التعاطي الإيجابي من قبل نتنياهو مع بايدن أنه في إطار المكالمة جرى هنالك نوع من الحديث الذي فيه مقايضة، بمعنى أن تحاول الولايات المتحدة أن تمنع إيران من الرد أو أن ترد إيران رد أيا يكن لمحاولة يعني محافظة على صورتها واعتبارياتها، مقابل أن تسعى الولايات المتحدة إلى إكراه أو إجبار نتنياهو على التسليم ببعض الخطوات المطلوبة الفعلية الحالية، وربما أيضا القبول بصفقة وربما لاحقا وقف إطلاق النار، أي أن تتخلى إيران عن الضربة الفعلية التي تجر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة رد برد، مقابل أن تتخلى إسرائيل أو يتخلى نتنياهو عن الحرب، أي أن تجر الولايات المتحدة نتنياهو إلى يعني التنازل عن فكرة الحرب الكاملة وعن إصراره على شروطها. ربما هذا يتحقق، لكن حتى لو لم يتحقق إذا ذهبت إيران إلى الرد، إسرائيل بحاجة إلى الولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة، لقوة الولايات المتحدة، لحضور الولايات المتحدة، ولذلك يعني نرى يعني هذا الحضور الأمريكي مع إسرائيل والحديث الأمريكي مع إسرائيل في هذا الإطار. شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلسة الأكاديمي المختص في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس المحتلة.